السنفونية التاسعة هي آخر سنفونية موسيقية لبيتهوفن، والتي تعتبر أشهر الأعمال على مستوى العالم. فالسنفونيات الموسيقية لم تتوقف هنا. المهرجان الدولي بمدينة إفران والملقبة بسويسرا العرب يشارك 230 فناناً ينتمون إلى 30 فرقة موسيقية أمازيغية في سنفونية أحيدوس الأمازيغية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2017. أغاني ورقصات أحيدوس على مبدأ الأداء الجماعي امتداداً للثقافة الأمازيغية بنفسها. وإذا كان عنصراً يتقدم فرقة أحيدوس، فمهمته ليست الغناء بالأساس، بل ضبط الإيقاع وتنظيم الرقصات، فمهمته أشبه بمهمة المايسترو. جمعنا هنا اليوم باش نلعبوا أحيدوس جميع القبائل نهار 20 ديما، كتكون عادة في إفران مهرجان دولي كيكون من العام للعام. فرحانة بالحضور ديالي في هذا المهرجان هذا في السمفونية اللي أول مرة كنشارك فيها، وكذلك أول مرة كيشارك فيها عضو نسوي. تركز موسيقى أحيدوس إيقاعياً على الدف والمصنوع من جلد الماعز، ويسمى عند عموم المغاربة بالبندير. تنشر كلمات أحيدوس رسائل المحبة والإقبال على فعل الخير والتغني بالأرض وخيراتها. ترتكز قصائد أحيدوس على نصوص شعرية وتنوع في المواضيع مع اختلاف المناسبات. وأنتم، هل يوجد في بلدانكم سمفونيات موسيقية؟